أشكركم على هذا الحضور، واسمحوا لي في هذه العجالة أن أقدم منبذة عن الـ ACHC وما تقدمه الـ ACHC Accreditation Commission for Healthcare USA. هذه هي مجمل خدماتنا، خدمات الرعاية الصحية. الأكريديتيشن التي تقدمها الـ ACHC تبدأ من المستشفيات، سواء كان في العنايات المركزة Critical Units، Dialysis، غسيل الكلى، Day Case، الأقسام الطبية، Inpatient Pharmacy، الصيدلية الداخلية، بالإضافة إلى بعض الأقسام المتخصصة. كذلك نقدم خدمات الاعتماد في مجال الأوتبيشنت، المعالجة الخارجية، للعيادات المتخصصة، للآي في أف، الأخصاب، ومن ثم العلاج الطبيعي، وكذلك في مجال الصيدليات الملتحقة في الأوتبيشنت، اللي هي الصيدليات التي تكون تابعة للمراكز الطبية وعناية اليوم الواحد أو جراحات اليوم الواحد الدي كيس، وكذلك سليب سنترز اللي هي هذا علم جديد الآن مراكز النوم، ومن ثم كمان تقديم الاعتمادات في البيوت وتبدأ في الهوم هيلث كير، وكذلك بالنسبة للعلاج الطبيعي وخدمات أخرى. كذلك الـ ACHC بتقدم خدمات ديجيتاليزيشن في مجال التليميديسن، احنا بنعطي اعتمادات في مجال التليميديسن وكذلك المراقبة عن بعد للمريض. ومن ضمن الاعتمادات التي تميز الـ ACHC في العالم تقديم اعتماد الصيدليات بجميع أنواعها، سواء كان صيدليات الريتيل فارماسي أو الكومباوندينج فارماسي أو السبيشاليتي فارماسي. فالـ ACHC هي الجهة الاعتمادية التي تكاد تنفرد في هذا الاعتماد على مستوى العالم. رح نحكي اليوم بالعربي عن خارطة الطريق المحتملة للنظام الصحي بالعراق ونظام الأكريديتيشن أو الاعتمادية تحديداً. كنا بلشنا نحكي عن هالموضوع بمؤتمر النجف وهلأ بنحكي بإسهاب عنه. طبعاً the first thing، أي نظام صحي وأي وزير صحة أو وزارة صحة بالعالم عنده هدف هو تقديم الخدمة بأفضل جودة ممكنة وأقل كلفة أو كلفة ممكن تأمينها من المواطن. فإذا موضوع الجودة وموضوع الكلفة هن the core of the policy of any ministry of health. بالعالم all the transformation، كل التحول والتقدم بالقطاع الصحي يرتكز على ال value-based care، يعني على تقديم خدمة قيمة. الخدمة القيمة هي عبارة عن جودة عالية على كلفة متدنية. فهذين العاملين لنقدر نحققهم بالنظام لازم يكون عندنا عنصرين أساسيين، يلي هن أولاً نظام الجودة والاعتماد، إضافة إلى ذلك نظام الضمان الصحي. ونحن مسرورين أنه بدولة العراق أقر البرلمان نظام الضمان الصحي وإن شاء الله بيشهد طريقه للتطبيق. وأيضاً مثل ما تفضل معالي الوزير أنه نظام الاعتماد قرار رايح للتطبيق. هذين المكونين الأساسيين هن الأساس بإصلاح النظام الصحي، لأنه اثنيناتهم بيأثروا على تحسين الجودة للمواطن وتخفيض الكلفة على وزارة الصحة وعلى نظام الضمان الصحي. مشاهدينا الكرام، شاهدنا نحن وإياكم هذا التقرير اللي هو تحدث به جناب معالي الوزير وزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح الحسناوي بشكل مختضب. حاولنا يعني هو تقرير طويل بصراحة، حاولنا أن نختزله بأهم ما تم طرحه بهذا المؤتمر اللي شاركوا به جميع الشخصيات من خارج ومن داخل العراق. الهدف الأساس هو كيف يتم تطبيق الضمان الصحي،
كيف الارتقاء بهكذا خدمة للمواطن العراقي. تجربة يعني أنا وجهة نظري هي ليست فريدة، هي موجودة بالخارج وأيضا في محيط العراق، لكن تطبيقها جدا مهم بالنسبة للمواطن. راح أتحدث مثل ما نويت قبل التقرير كثيرا مع الدكتور إيهاب عبد الكريم المتحدث باسم هيئة الضمان الصحي. نرحب بك أجمل رحب دكتور. الله سلام دكتور. شكرا جزيلا على حضورك. الله يبارك فيك. رغم معرفتنا بكثر أعمالك والآن جئت من محافظة كربلاء بشكل مباشر على الاستوديو. شكرا لك. شكرا لمصداقيتكم بالحضور. حياك الله. الله يحييكم. دكتور خلنا نبدأ من أصل الفكرة. فكرة الضمان الصحي. الناس الأغلبية بالتأكيد مو الكل سمعت عن الضمان الصحي. وهذه الضبابية أريد اليوم شوية نوضع لها فد إضاءة معينة حتى تتلاشى الضبابية عن هذه الفكرة. نعم شكرا جزيلا. احنا يمكن سبق وأن تحدثنا في حلقة سابقة عن الضمان الصحي مفهوم، ولكن لو نرجع شوية أيضا باختصار بسيط ما هو الضمان الصحي وكيف ممكن يساهم أو يساعد النظام الصحي في تطوير النظام الصحي الموجود اليوم، وكيف ممكن يساعد في تحسين جودة الخدمة الصحية اليوم اللي موجودة. يمكن قبل قليل حضرتك تفضلت موضوعة جودة الخدمة الصحية اليوم احنا اغلبنا غير قابلين عليها. المشاكل الأكبر اللي يعني هو فكرة الضمان الصحي هو مو هدف، وإنما هو إجراءات أو هو يعني وسيلة للوصول إلى إصلاح أو تطوير النظام الصحي. فبالنظام الصحي توجد مشاكل معينة، الكل غير مقتنع بجودة، الكل اليوم يتحمل أعباء مالية، المواطن اليوم يتحمل تقريبا 60-70% من الأعباء المالية من جيبه الخاص، أكو نقص بالخدمات ونقص بالبنى التحتية ونقص بالمؤسسات الصحية، نقص بالمستلزمات والأدوية في كثير من المناطق وفي كثير من البرانشات أو يعني في مفاصل معينة ومواضيع معينة. اجل الضمان الصحي حتى يساهم في معالجة هاي المشاكل. شلون راح يساهم؟ اولا النقطة الرئيسية انه راح يقلل الاعباء المالية على المواطن. اليوم المواطن ده يدفع 60-70%، الضمان الصحي هو اللي راح يدفع اكثر من 75% من حجم التكاليف عن المواطن. بدل ما المواطن اليوم يروح لا سامح الله يسوي عملية معينة يدفع فرضا 1,000,000 دينار اجور العملية، 750,000 إلى 800,000 إلى 900,000 راح يدفعها الضمان. بدل ما ده يراجع إلى طبيب معين ويدفع أجور المعاينة راح يدفع أكثر من 90% راح يدفعها الضمان الصحي. هذا هو الهدف الرئيسي، إنه تقليل الأعباء المالية. ثانياً إنه كيف ممكن راح يحسن جودة الخدمة الصحية، وهذا هو المؤتمر كان على ملتقى دولي كان على يعني مناقشة كيف سيغير النظام الصحي جودة الضمان الصحي جودة النظام الصحي، كيف راح يغير جودة الخدمات، كيف راح يحسنها من خلال وسيلة الاعتمادية اللي راح يتقبلها، من خلال كثير من القضايا والمتطلبات اللي راح يوضحها على مقدمي الخدمات، وهذه راح نناقشها بالتفصيل اللي باستخدامها وبتطبيقها راح ترفع جودة الخدمة الصحية. أحسنتم دكتور، وأكيد هذه الأسئلة موجودة واللي راح اتحدث فيها بتفاصيل اكثر، لكن انت سدد تقول لي مثلا بنسبه 80-90% من صرف العمليه راح يكونوا على عاتق الضمان. نعم. ونقول بنسبه 10-20% أو 30% ممكن راح يكون على المواطن. المواطن يعني ايش قد راح يدفع مبالغ شهريه من خلال راتبه للدوله او للضمان، حتى تحديدا للضمان حتى ياخذوا من هذا المبلغ. والفكرة باختصار يعني هو مجرد راح يكون هنالك صندوق، وهذا الصندوق هو إيرادات هذا الصندوق، تمويل هذا الصندوق، أولا نسبة من الاشتراكات للقادرين أو من القادرين. اليوم أنا موظف أقدر مثلا أدفع 10,000 دينار بالشهر عني وعن عائلتي، مثلا أصحاب أرباب يعني العمل يعني طوعية لو أكو إجبار إلزامي إلزامي، فراح أدفع 1% عفوا اللي ما تعادل 10,000 دينار إذا كان الراتب 1,000,000 دينار مثلا، إذا كان راتبه 500,000 راح يدفع 5,000 دينار شهريا عنه وعن عائلته. هذا المصدر التمويل الأول.
المصدر الآخر والأهم هو مساهمة الدولة في الصندوق. الدولة راح تساهم بالصندوق، إضافة إلى ذلك مصادر أخرى منها الضرائب المفروضة على المواد الضارة، التبوغ والمشروبات الكحولية وغيرها. فراح يصير هذا الصندوق، هذا الصندوق يخدم كل الشرائح العراقية، كل الشرائح، كل المواطنين العراقيين. راح يخدم الموظف ويخدم الكاسب ويخدم حتى الغير قادر على الدفع، وهذا هو يعني اكو فئات، الهدف الثاني كل الفئات. لا اكو، عفوا دكتور، اكو فئات معفية من الدفع. نعم، الغير قادرة، الفئات الغير قادرة مثلا الرعاية الاجتماعية، المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، مثلا المصابون بالامراض المزمن السرطانية، والمعاقون من القوات المسلحة وغيرها، وكثير من الفئات اللي تكون غير قادرة على الدفع تدخل الضمان، راح تكون معفية. مثلا اللي تجاوز السن 60 سنة من غير المتقاعدين، كبار السن، الأطفال دون 5 سنوات، كثير من الفئات هم معفين بالكامل من الدفع ومستفيدين من الخدمات، باعتبار أنه الهدف الرئيسي من الضمان الصحي هو تأمين تغطية صحية شاملة لكل مواطن عراقي بأي مكان، وهذا هو هذا الهدف الرئيسي. ومن خلال تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، فهنا راح يكون اكو عدالة بالخدمات. الخدمات الصحية تعرف ما تميز بين موظف وآخر، ما تميز بين درجة عليا ودرجة دنيا، بالأخير هي الخدمة الصحية تقدم واحدة بنفس النوع بنفس المكان بنفس الزمان. ممتاز. هل هي مختصرة دكتور على المستشفيات الحكومية أم الأهلية؟ كل الوحدات مقدمة الخدمة راح تكون من ضمن شبكة مقدمي الخدمات، يعني المستشفيات الخاصة. وبالمرحلة الأولى اللي هي صارت في بغداد، باعتبار أنه الإطلاق التجريبي راح يكون في بغداد ولفئات معينة من بغداد كمرحلة أولى لسنة 2023، وأعداد محددة، أعداد محددة تقريبا 300 ألف مضمون، من ضمنهم موظفون من الوزارات، 6 وزارات والرئاسات 3، إضافة إلى ذلك المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية بعدد 100 ألف، والمتقاعدين بنسبة يعني تقريبا 30 ألف. كون هذا تجريبي، باعتبار هذا تجريبي، فهذه المرحلة الأولى هذه الفئات كان في بغداد، سواء كان مستشفى أهلي سواء كان مستشفى حكومي في الأجنحة الخاصة من المستشفيات الحكومية، على اعتبار أن الضمان الصحي راح يحسن الخدمة، فأنا راح أختار مقدمي الخدمات اللي يقدمون جودة خدمة عالية. يعني مو أي مؤسسة صحية ممكن أن يتعامل معها الضمان، على اعتبار أن الضمان عنده كرايتيريا خاصة، عنده متطلبات خاصة، عنده مواصفات خاصة يفرضها على مقدم الخدمة حتى يدخل ضمن شبكة مقدمي الخدمات. يعني العيادة الطبيب المناسبة والطبيب اللي المناسب والمستشفى المناسب، الأجهزة الحديثة، الصيدليات وغيرها، كل مقدم خدمة يلبي المتطلبات اللي وضعتها الضمان، والضمان حرص على أن يوضع معايير، وهذا اللي هسه قبل شوية تكلمنا عنها، معايير اللي هي بموجب مفهوم الاعتمادية وتبني مفهوم الاعتمادية وتبني مفهوم الاعتمادية كأحد متطلبات التعامل مع مقدمي الخدمات. وهذه وحدة بحد ذاته هو خطوة رئيسية ومهمة في إصلاح النظام الصحي وفي تحسين جودة الخدمة الصحية. دكتور، كل المستشفيات الأهلية دخلت بالتجريبي لو تم تحديد وفق لائحة معينة في المستشفيات؟ الآن الضمان الصحي تقريبا أكمل موضوع المعايير التي ستنشر إلى المستشفيات الراغبة بالدخول، وأيضا يعني يمكن هذا الأسبوع راح يتم إطلاق، كان يفترض أنه وقت يعني قبل هذا الوقت، لكن تعرف أكو أسباب تقنية يعني موضوع إلكتروني بالكامل وكذا، فموازنة تعرف ما لم تقر الموازنة لحد الآن، فدنا نشتغل بجهود ذاتية. أكملنا موضوعة الاستمارة الخاصة بالتسجيل الراغبين من مقدمي الخدمة، فالآن سيتم الإعلان عن مقدمي الخدمة اللي يرغبون بالتعاقد مع الضمان الصحي، اللي يلبون هذه المواصفات والمتطلبات اللي تم وضعها والمعايير اللي تم وضعها اللي راح يتم نشرها، مستشفيات صيدليات عيادات، سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام. فأي أحد يلبي هاي المتطلبات سيتم التعاقد مع الضمان الصحي حتى ممكن نقدر نقدم خدمة تموز المقبل إن شاء الله. يا الله، يعني هي بدايتها بداية تقديم الخدمات. الآن إحنا بفترة التسجيل،
فترة التسجيل ابتدأت من 2/1 يعني فترة 6 أشهر، هذه هي فترة تسجيل مضمونين. الآن إحنا بصدد تسجيل المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية اللي تم تحديدهم من قبل وزارة العمل، وأيضا الوزارات المشمولة بالتسجيل وزارة الكهرباء والتعليم ووزارة المالية ووزارة الاتصالات ووزارة الزراعة وأيضا وزارة الإعمار والإسكان، إضافة إلى الرئاسات الثلاث. فهذه الفئات من الموظفين هم وعوائلهم مراكز هذه الوزارات في بغداد، وإضافة إلى المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وبشكل اختياري إلى المتقاعدين أيضا في بغداد. نعم. أحسنتم دكتور. حتى قبل أن نروح للتقرير آخر، سؤال يعني بالنسبة للصيدليات، هماتين يعني أنا من أروح أسوي عملية واستقطعوا من عنده يعني الضمان، أخذت المبلغ اللي هو نسبة معينة من المستفيد، لكن أخذت الراتشية وده أروح للصيدلية، هل تحسب إلي كحساب أي مواطن عادي لو كمضمون؟ خلي أحكي لك الآلية اللي راح تصير شلون. باختصار بدينا مرحلة التسجيل، تمام. بعد مرحلة التسجيل راح تصدر بطاقة، هذه البطاقة اللي هي بطاقة الضمان الصحي. بطاقة الضمان الصحي اللي تكلمنا عليه المستشفيات اللي راح نتعاقد معها، مستشفيات أهلية حكومية كذا، فرضا حضرتك رحت إلى طبيب معين، تروح للطبيب، مجرد أن تنطي البطاقة، إحنا الآن بصدد التعاقد مع شركات مختصة لعملية الربط الإلكتروني وعملية البرنامج وغيره، فمجرد أن تبرز البطاقة إلى الطبيب راح يقرأ الجهاز خاص وبالشبكة راح يقرأ معلوماتك بالكامل، راح يوصف العلاج اللي تحتاجه ويوصف يشخص المرض اللي لا سامح الله اللي عند حضرتك، فراح يشخص ويوصف العلاج ويطلب مثلا إذا أراد فحوصات تشخيصية مفراس رنين أشعة راح يخليها بالسيستم بدون أي ورقة. طبعا هنا راح يصير عملية الدفع، فرضا الطبيب وصفته 25,000 دينار، أنت راح تدفع 2,500 من أجرة الفحص و 22,500 راح يدفعها الضمان. ممتاز. إلكترونيا يعني أنت ما تدفع 25 بعدين تجي تراجع، أنت راح تدفع فقط 10% اللي عليك، بعدها راح تروح للصيدلية، بالصيدلية مجرد أن أيضا تبرز البطاقة اللي قبل شوية أنت كنت عند الطبيب، تبرز البطاقة راح يطلع البيانات اللي أدخلها الطبيب، فراح يعرف الصيدلاني أنه أنت كنت عند الطبيب الفلاني ووصف لك العلاج الفلاني، فبالتالي راح يصرف لك العلاج. أيضا هنا أنت راح تدفع 25% من أجور فاتورة العلاج، فمثلا فاتورة العلاج صارت 100,000 دينار راح تدفع 25,000 و 75,000 دينار الضمان هو اللي راح يدفعها. أيضا هنا الموضوع بالكامل إلكتروني، أيضا بإمكانك أن تروح بأي صيدلية بالعراق، الصيدليات اللي هي معتمدة من بالضمان الصحي، لأنه هنا راح يكون أكو سيستم إلكتروني مربوط بالعراق ككل، فبالتالي أنت ما مضطر إلى الصيدلية اللي عند الطبيب، ولا مضطر إلى مكان معين. معالجة جيدة. إضافة إلى ذلك الأمراض المزمنة، باعتبار أنه شهريا يحتاج هذا الدواء، الأمراض المزمنة وضعنا لهم سيستم خاص أيضا بنفس السيستم لكن مبرمج ببرمجة خاصة بموجب الذكاء الصناعي، مجرد أنه مثلا اليوم رحت للطبيب ووصف لك العلاج، الشهر الجاي ما يحتاج أن تراجع للطبيب حتى مباشرة تروح للصيدلية، راح يعرف أنه أنت خلص الشهر وتحتاج يعني يسموه إعادة تعبئة تلقائية لمدة 3 أشهر، بعد 3 أشهر لازم تراجع للطبيب على مود يشيك إذا كان مثلاً أكو فد تغييرات معينة يحتاج يغير لك العلاج، أو تقدر إنه كل شهر تراجع للطبيب ماكو مشكلة، بس الأمراض المزمنة أيضاً وضعنا لهم بموجب السيستم أخذناه بنظر الاعتبار. فهذا باختصار الآلية اللي راح تصير، نفس الشيء إذا فحوصات تشخيصية إذا كنت عند الطبيب ومثلاً طلب من عندك أشعة أو تحليل أو كذا، فمثلاً طلب من عندك تحليل رحت للمختبر أجرى عملية التحليل، النتائج هي مباشرة ترجع للطبيب، وممكن ايضا اذا ما يحتاج يشوفك الطبيب ايضا ممكن يوصف لك العلاج دايركت، وممكن ان تروح تاخذ العلاج. ايضا تقدر انت اليوم تريد تعرف منه طبيب، مثلا طبيب عيون تحتاج، فانت راح يكون اكو سيستم يعني برنامج خاص تطبيق بالتليفون، فتقدر تعرف منه اطباء العيون القريبين عليك، تقدر تدخل وتختار الطبيب، وتقدر تحجز ايضا تحجز الزياره وقت الزياره وموعد الزياره وغيرها، كل هذا تقريبا هو اللي احنا نشتغل عليه. بالتأكيد. هي احنا ان شاء الله اتمنى يكون هذا المشروع
من يمشي ما يمشي بوحده، يمشي اكو خطوط موازيه وياه، اللي هي من ضمنها القضاء على قضيه التسيب الاسعار في الصيدليات والادويه، هذه الكارثه طبعا الكبرى. انا اتوقع ان تحدثت مع الوزير في احدى اللقاءات، قال احنا نمشي بكل الخطوط اثناء، وهذا ما نبغي احنا يعني منا كل العراقيين ان يكون فعلا عندنا حكومه قادره على تقديم العطاء، ان كان وزاره الصحه او باقي دوائر الدوله. اذن نستأذن منك ناخذ تقرير اخر. شكرا جزيلا دكتور ايهاب. مشاهدينا الكرام، تواصل مع تغطيتنا اليوم لحلقه خاصه حول الضمان الصحي لاهميه هذا البرنامج. احنا ناكد عليه في حلقه سابقه واليوم ايضا حلقه اخرى لتاكيد لاهميه هذا الموضوع. نشاهد ايضا تقرير اخر ومن ثم نعود لكم واياكم الحلقه. ان شاء الله خلال الفتره القريبه المقبله سيكون هناك فارق واضح في جوده ونسبه الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين. طبعا هي حزمه خدمات من ضمنها ايضا احنا ننتظر ان شاء الله اقرار الموازنه التي سوف تتضمن ان شاء الله تخصيصات قياسيه لوزاره الصحه وللقطاع الصحي بشكل عام. طبعا كل الحكومه، كل الجهات الحكوميه وغير الحكوميه هم شركاء في تطبيق قانون الضمان. كثير من الناس يصورون الموضوع الضمان الصحي وموضوع طبي بدرجه الاولى متعلق بالاطباء وتقديم الخدمه الصحيه وفقط المستشفيات، لا، هو خدمه عامه، كل المواطنين هم جزء من تطبيق هذه الخدمه. انتم وسائل الاعلام شريك اساسي خلال التثقيف والتوعيه عن مثل هذه القوانين واهميه تطبيقها وتفعيلها. عندنا بوزارة الصحة كانت فترة الثمانينات وقبلها يسموها معايير تقديم الخدمة، أو نسمي معايير الإداء، تقييم الإداء. كل شيء بالمستشفى أكو استمارات، نروح لمستشفيات كان أكو تفتيش الحكومي في داخل وزارة الصحة، يروح على المؤسسات الصحية ويشوف هل هذا الشيء المطلوب موجود ولا لا. هذه كانت لذلك النظام الصحي العراقي، يعني هسه هاي الشركات اللي يقدمونها يحكون عن شيء عمره 10 سنين و15 سنه. احنا هذه مستشفياتنا يعني حقيقه اللي بعمري يعرف هاي بالمستشفيات كانت موجوده والخدمه ممتازه جدا، ومثل ما قلت لك منظمه الصحه العالميه من اعطتنا هيك مستوى ما اعطتنا اياها ببلاش، كانت موجوده. فهاي الاستمارات موجوده نسميها بالشعبه دائرة الأمور الفنية معايير تقديم الأداء، وإحنا بمجلس النواب في الدورة الأولى في نهاية الدورة بدينا نريد نعيدها، انتهت الدورة ما تكملت المعنى، بس هي موجودة عندنا ومدربين عليها. ما في شيء مستحيل، مثل ما عملت الدول الثانية بلشت من أمور بدائية. يجب أن يكون هناك معايير قابلة للتطبيق لحتى الناس تأخذ الخطوة الأولى، وهذا ممكن، وترجع بعدين على تطوير المعايير مثل ما في كثير من الدول بالمنطقة قامت بهذا الموضوع، ولعل أولها لبنان اللي صار من 85 وعنده هلأ 5 درجات من المعايير، يعني 5 مرات تم تطوير هذه المعايير لصار في ثقافة جودة وصار في تماشي مع المعايير العالمية. فخطوة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة. هذه عودة مرة أخرى مشاهدين الكرام مع برنامج بخدمتكم حول حلقة عن الضمان الصحي. دكتور إيهاب، يعني أكو فرق يعني بين الضمان الصحي والتأمين الصحي؟ نعم. يعني هواية حديد يدور، شنو الفرق بيناتهم؟ نعم، كثير يتساءل عن هذا المفهومين، وكثير ينادي أو البعض ينادي عن أو يطالب أن يكون هنالك تأمين صحي أشبه ب أمريكا يمكن. باختصار توجد 3 أنظمة لتوفير الأمن الصحي. 3 أنظمة. النظام الأول اللي سابقا أو اللي أول ما صار اللي هو نظام التأمين الصحي، واللي هو سوته شركات التأمين الصحي، هذا موضوع قديم جدا. شركات التأمين الصحي توفر خدمة تجارية، تأخذ من المواطن أي الراغب، أي أحد يرغب، تأخذ من عنده مبلغ اشتراك كأن يكون 200-300 دولار شهريا مقابل أن توفر له حزمة من الخدمات تجاريا وأيضا محددة
الخدمات حسب مقدار الدفع. مين؟ إذا تريده محدد، تريد كل ما تريد تزيد سقف الخدمات، كل ما تزيد سقف دفع. الدفع هذا اللي هو التأمين الصحي التجاري. حتى وإن كانت شركة حكومية تقدمه، لكن هو يبقى تجاري لأنه هذا هادف للربح. هذا بالحقيقة إيجابياته أنه يوفر أمن صحي، سلبياته أنه يعني مبالغ عالية جدا، مكلف جدا، يعني يمكن 10% أقل من المواطنين قادرين على الدفع، وبعض العمليات ما تغطي طبعا الأمر. لا مثلا أساسا ما يأمنون للأشخاص الكبار بالسن، وإذا يأمنون فمبالغ جدا عالية. الأمراض المزمنة مثلا ما يأمنوها، كثير كثير من التفاصيل باعتبار تجاري يعني بالضبط. يخسر تمام، ما يريد يخسر. النوع الثاني اللي هو أشبه بالصندوق العشائري، يعني صندوق اللي حاليا معمول به بعض الوزارات. هذا يكون صندوق تجي بعض الموظفين الراغبين يدفعون لهذا الصندوق، ومن هذا الصندوق أي أحد بينا من الموظفين يصير إشكال يحتاج يأخذ من الصندوق ويوفروا له الأمن الصحي. النوع الثالث واللي هو نادت به تقريبا دستور منظمة الصحة العالمية أعتقد 2007 اللي هو وضع ضمن إطار ومنهجيات إصلاح الأنظمة الصحية، اللي هو باتجاه أسلوب الدفع المسبق، واتجاه أنه لازم الدولة توضع أو تخلق صندوق صح ضمان صحي للدولة ككل لكل المواطنين. هذا الصندوق اللي حكينا عليه قبل شوية أنه يكون مساهمات الدولة ومساهمات القادرين، ويقدم الخدمات لكل المواطنين، صندوق واحد يعني منع تعدد الصناديق. ليش؟ تعدد الصناديق إذا كان لكل وزارة عندها صندوقها الخاص، فمثلا لو 1% راح يصير فوارق، أكو وزارة رواتبهم أعلى من وزارة الثانية. وإضافة لذلك الدولة ما راح تساهم بهذا الصندوق لأن هذا هو خاص مع الموظفين، بينما صندوق الضمان الصحي الاجتماعي الدولة تساهم بنسبة 70% وأكثر، لأن هو تكافلي، الدولة تريد تقدم خدمة ومو ربحي. منظمة الضمان الصحي ومؤسسة الضمان الصحي هي غير هادفة للربح، فبالتالي فرق كبير جدا بين الضمان الصحي باعتبار أنه هو اجتماعي هادف ومدعوم من الدولة، والتأمين الصحي باعتباره تجاري وهدفه ربحي. تمام، أحسنتم. جيد، هذا يعني كلها تستبشخ هسه كل القاعدين متأكد عن 100%. القاعدين فرح يقول معقول هيك عندنا خدمة؟ اللي صار لنا سنين طويلة، يمكن أكو ناس يعني وصلت أعمارهم راح يجي جيل ما بعد يقول لك أنا ماشي تخلي يشوفونا أولادي وأحفادي. لكن من ترجع للواقع دكتور، للأمانة ما ليست هناك بنى تحتية، ليست هناك بصراحة ليس هناك أمل، خلينا نكون واقعيين، ليس هناك أمل أن يكون هناك تجديد بنوعية البنى التحتية عفوا المقدمة للمواطن العراقي حصرا. قبل هذا السؤال تكلمت حضرتك أنه نحتاج إلى مسارات، أو الآن إحنا نمشي بأكثر المسار، لأنه مشكلة الضمان الصحي هو مو فقط يعالج الآلية المالية. يعني هذه الآلية المالية يعني هو مو ليس بمشروع مالي تأميني، باعتبار الآلية المالية تمثل يمكن 10% من شغله، أنه راح يأخذ إيرادات ويشتري خدمة، هذا 10%. الأمور الأخرى، المسارات الأخرى اللي لازم يمشي بها بالتوازي اللي هو أثر والبنى التحتية، باعتبار أنه هو إصلاح للنظام الصحي، فهو راح يصلح موضوعة البنى التحتية، ويصلح موضوعة السياسة الدوائية، ويصلح موضوعة الموارد البشرية وكيف يعالج نقص الموارد البشرية اللي تعاني منها وزارة الصحة، يعالج مشكلة الأدوية ونقص الأدوية شلون راح يعالجها. نجي واحدة واحدة، نجي مثلا موضوعة البنى التحتية. اليوم احنا عندنا نقص بالمستشفيات، عندنا نقص بأسرة بتخصصات معينة، شلون راح يعالجها؟ هني راح يدخل معاي القطاع الخاص شريك، هذه نقطة أولى ومهمة جدا. الأمر الآخر اللي هو راح يسوي تنافسية بين القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص خجول، ما يقدر يبني، اليوم تبني مستشفى 200 سرير تحتاج إلى مبالغ كبيرة للتشغيل، فبالتالي اليوم المؤسسات الصحية الخاصة أغلبها خجولة أو أغلبها ليست بمستوى كبير، باعتبار أنه أساساً المقبلين عليها قليلين. صحيح. بالتالي يعني اليوم أنت مثلاً تريد تتعالج تدفع بالقطاع الخاص داخل العراق، ويمكن نفس المبلغ إذا تسافر، فتقول أروح أسافر وأنت عندك ثقة، يعني بعض المواطنين عنده ثقة يجوز برا أكثر من هنا، فبالتالي يروح يسافر يتعالج أحسن ما يتعالجنا. لكن بمفهوم الضمان الصحي راح أعطيك مثال،
احد مناطق بغداد الشعبيه اللي تاريخها ما حد سوى بيها مستشفى اهلي ولا واحد فكر يسوي بيها مستشفى اهلي. اكثر من 7 اجازات لفتح مستشفى اهلي في هذا المكان في فقط في سنه 22 23. اها ليش هذا الاقبال؟ لسبب شنو؟ سبب ضمان صحي. اليوم انا كمستثمر مثلا من عرفت انه راح الدوله هي تدفع فاروح بالعكس راح افتح مستشفى بالمكان الشعبي. ليش؟ لان اكو من راح يدفع عنهم. فبالتالي انت اليوم شجعت اوريدي ضامن اكو واحد راح يدفع له فيكيف بالعكس يعني يكيف الناس تجي. فبالتالي وهذه طبعا يعني اذا تشاهد هذا المؤتمر اللي كان دولي وشفنا التجارب الدوليه اذا تشاهد كل الدول اللي نجحت انظمتها الصحيه تشوفها قبل الضمان الصحي كانت تقريبا بمستوانا. الان احنا تقريبا اكثر من 70% يمثل القطاع العام واقل من 30% يمثل القطاع الخاص. انتوا شو تدرون؟ ايش راح يصير؟ راح يصير القطاع الخاص 70 مشارك يزيد طبعا. ليش يزيد؟ يزيد وما راح يثقل على المواطن لان المواطن ما راح يدفع الدوله هي اللي راح تدفع فهو راح يساعد مؤسسات الدوله. هذه جزئيه. الجزئيه الاخرى انه اليوم احنا تقريبا مقبلين على افتتاح مستشفيات اللي تقريبا كان اكو بها مشاكل وتلفكات من 2014 لحد الان وبجهود معالي السيد الوزير طبعا يعني تحسب إلى الرجل ويمكن شهادتي قد تكون في مجروحة لكن تحسب إلى باعتبار هو ساهم في وضع حجر الأساس والآن يساهم في إكمال ما تبقى من كان وزير للإنجاز بالضبط. فالآن تقريبا مقبلين على افتتاح كثير من المؤسسات. كل مؤسسة يعني مؤسسة عملاقة تعادل إلى مدينة طبية في محافظات بالضبط في محافظات يعني بكل المحافظات تقريبا فيها بكل محافظة على الأقل مؤسسة مؤسستين. في بغداد كثير من المؤسسات يمتشوف الافتتاح مالته قريبا جدا قريبا جدا الآن على قدم وساق وهذا هو ضمن منهاج الحكومة اللي هو إكمال المستشفيات اللي كان بها تلكؤ بإنجازها بنائها وأيضا مفهوم الضمان الصحي وتطبيق الضمان الصحي. فهذه راح تكون شريكة للبنى التحتية إضافة إلى ذلك راح نستخدم الأجنحة الخاصة فبالتالي هذا هذه البنى التحتية راح تساعد بشكل كبير بإنجاح المشروع. طبعا دكتور قل لي خلص الوقت يعني كان سريع جدا وعندنا أسئلة الاعتمادية ودورها في تحسين جودة الخدمات الصحية دور ضمان صحي في السياسة الدوائية الصناعة الدوائية وهي جزء مهم. بصراحة أسئلة كثيرة يعني إن شاء الله أتمنى بالمستقبل القريب أن نتحدث أيضا عن هذا الموضوع وهذا الملف اللي كلنا احنا محتاجينه أنا وأنت وأولادنا وأولاد إخواننا. وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر خير إن شاء الله. لكن عندما تتوقف هذه العملية ويكون هناك تلكو سوف نكون نحن من سننظر هذه الحالات السلبية دكتور لأن نحن هي أمانة عليك وعلينا أن نقدم خدمة للناس ننقل معاناتهم من خلال هذه الشاشة الصغيرة. دكتور إيهاب عبد الكريم متحدث باسم هيئة الضمان الصحي شكرا جزيلا لك تقبل الله زيارتك. حياكم الله. حياكم الله. إذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقة شكرا للإخوان في العلاقات شكرا لكادر البرنامج على إنجاز هذه الحلقة. ندعوكم لمشاهدة الحلقة القادمة في يوم السبت القادم الساعة 9 مساء. تقبل تحياتي في أمان الله.